بعد الهدف الثاني ليفربول قعدت اقول يا شفت وصلت هنا لفين يا مبابي انت وفلسفتك القذره، شفت قاعد مستني عون من ارسنال، مستني ارسنال يتعمل نتيجه ايجابيه مع ليفربول، وانا متاكد وعارف كويس قوي من اول نص ساعه ان ليفربول هيكسب حتى وارسنال واقف صح جوه الملعب، عندي يقين ان لعيبه ارسنال هتعمل حاجه غلط الشوط الثاني، متاكد. ليه بقى؟ لان انا مع احترامي لجمهور ارسنال شايف ان في فرق جوده عاليه قوي ما بين لعيبه ليفربول ولاعيبه ارسنال، يعني لعيبه ارسنال اخيرا هو اخر المستوى بتاعهم معروف، مش هيقفوا قدام لعيبه ليفربول خالص، يعني حتى لو عرفت توقفهم في الملعب صح 4 2 3 1 بتقلبها ل 4 5 1 و 4 4 2 بتطلع اوديجارد ولاكازيت يبقوا اتنين مهاجمين وبتعمل ضغط عالي، حلو الشغل ده، بس في لحظات كده لعيبتك هتفقد تركيزها، ولما تفقد تركيزها وليفربول يسجل خلاص الاسبقيه التكتيكيه بتاعتك هتروح. ليه بقى؟ لان احنا شفنا الشوط الاول عنوانه خلي ملاك ليفربول يدي لابو صلاح اللي هو عايزه، عشان الوضع من غير ابو صلاح سيء للامانه، الوضع في ليفربول سيء جدا من غير محمد صلاح. تياجو الكانتارا وفابينيو كان في كميه بطء غير طبيعيه، الشوط الاول كان في بطء كبير جدا، الشوط الثاني اتحل الكلام ده، ولو اتفرجت على الهدف الاول هتلاقي ان الكره اللي جات لجوتا وسجل منها الهدف الاول كان نقلات سريعه جدا، وده اللي يورجن كلوب بيشتغل عليه، يورجن كلوب بيحلل اخطائه الشوط الاول وبيحلها الشوط الثاني. انت بقى بالصلاه على النبي الكواليتي بتاعك هو اخر امه كده، القماشه بتاعت ارسنال اخرها تأدي شوط اول جميل، شوط تاني هتتسرق في 5 دقايق مش هتعرف تعمل كامباك. اللقطه الوحيده اللي ارسنال كان ممكن يسجل منها هي الغلطه اللي عملها تياجو الكانتارا لما رجع الكوره للاكازيتي بيقول له خد سجل، لاكازيتي قال لك يا ابني انا مش معدول ولسه هحاول ان انا ارقص اليسون، انا بصيها لاوديجارد، اوديجارد شاط بس الامانه اليسون طلعها جميله جدا. علشان ليفربول لما سجل الهدف الاول الدنيا بالنسبه لارسنال انتهت تماما. مفيش النهارده تحكيم ولا في اي شماعات، مفيش حاجه هترمي عليها فكره ان انت خسرت النهارده عشان في جهات خارجيه خسرتك المباراه، انت خسرت النهارده عشان جوده لعبتك سيئه. وصل مركز رابع، متقدم، ليك ماتش متاجل عن الجماعه اللي فوقيك وهتنفرد بالمركز الرابع بعيد عن مانشستر يونايتد، بس للامانه لو وصلت مركز رابع بوس ايدك وش ظهر، ان هو ده اخر لعبتك. مع احترامي التاني والتالت لجمهور ارسنال، في فرق في الماتشات المتوسطه والماتشات الضعيفه مع ماتشات الكبار. ماتشات الكبار زمان كان بيكسبها ارتيتا بالجوده اللي كانت موجوده عنده في خط الهجوم، انما دلوقتي حتى الجوده دي اختفت، لان لاكازيت النهارده ما كانش موجود، ساكا اللي كان مكسر الدنيا اخر 5 6 ماتشات تاه، مارتينيلي بس اللي كان شغال الناحيه اللي فيها ترند الكسندر ارنولد، ولا اننا عارفين ان ترند الكسندر ارنولد ما بيعرفش يدافع، فمارتينيلي النهارده اتنجم بصراحه. اما ساكا فعمل مباراه سيئه جدا، ولقطه الهدف الاول قلبت المباراه تماما على ارسنال. مباراه كنت متوقع ان ارسنال هيخسر فيها، بس العشم كان واخدني برون ارسنال هيساعدنا ويعمل اي حاجه في طريق ليفربول علشان خاطر يعطله. بعد نزول محمد صلاح وفيرمينيو اعتقد محمد صلاح ما عملش الاضافه اللي كانت مطلوبه منه، لان صلاح نزل وهي 1-0 في الدنيا بالنسبه لعيبه ليفربول هديت، لان لعيبه ليفربول عندهم يقين ان بعد 1-0 ارسنال مش هيرجع في النتيجه، ودي واحده من اكبر مشاكل ارسنال في الماتشات الكبيره، ان لعيبته نفسيا الخصم بيبقى جاي راكبها وعارف كويس قوي ان هو هيكسبها. دي مشاكل لابد على ارتيتا ان هو يحلها، زي ما حل مشاكل كتير جدا منها هويه ارسنال ومنها خط دفاع ارسنال اللي هو جدده. ارتيتا بيبني ارسنال كويس جدا، بس ما وصلش لمرحله ان هو يقارع ليفربول ويقدر ان هو يكسب ليفربول في مباراه قد تكون حاسمه للدوري بالنسبه لليفربول. الف مبروك لليفربول، هارد لك لينا وجمهور ارسنال، ان شاء الله باذن الله تتعوض، طبعا عيني شمم ريحه ان الدوري بيروح لليفربول، بس ربنا يستر، لان الناس دي خدت دوري، يعني يقول لك خدنا دوري 30 سنه والكلام ده، بالك بقى لو خدوا دوري السنه دي مش هيقعدوا الكوكب ده كله على رجل، فربنا يستر وندعي كلنا ان ليفربول يحصل له اي حاجه في الطريق ويتعطل، او ليفربول ربنا يكرمه ويجدد له صلاح بالرقم اللي هو عايزه ووقتها حلل عليهم الدوري. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، ما عجبكش الفيديو فرايك واحترم، اعمل لك ايه؟ انا كنت قاعد بشجع ارسنال، عم مستني منك لايك؟ لا اطلاقا.